قصة رحلتنا عنوانها منطقة حمام الوان. سحر الطبيعة هنا يظهر في كل مكان، فالفرصة ملائمة لاكتشاف ما تكتنزه هذه المنطقة. هادو لي غوندونير رحنا نعملوهم بو بروفيتي، كانوا يعملوهم غير رجال وحدهم، اليوم رحنا نعملوهم فامي افيك نو زونفان افيك بو بروفيتي دو لا ناتور. جينا من تلمسان باش نتعرفوا على ناس جديده، فهمتي؟ دونك سي اون ريزون دو سورتير دو فوار لي دوطر جون دوطر عادات تقاليد. وهاد لا غوندوني كي سوا كي نديروها فاميليا سافا رونفورسي لا ريلاسيون انتر لي فامي. D'accord. Ou ça va dégager des ondes positives. On a les groupes là, une relation avec eux vraiment exceptionnelle. Ma ils m'ont l'attrouche. Ils m'ont la, je sais pas, tu vois la nature, tu vois, ça change. Voilà, c'est une thérapie. عبور هذه المساحات الخضراء تجربة فريدة للكبار وحتى للصغار. وهذه عطلة شتوية وإحنا أنا فرحانين نخرج مع بواتنا. وما قعدوش في الدار نكرهو. عجبتني الغابات والجبال والواد. جيت مع بابا وخويا. نشكر جميع الناس الذي ساعدونا لقضاء هذه اليوم السعيد. ممكنش نعرفها بصح الحمد لله بار لو بيي دو سات روندوني نو زافون بي ديكوفرير هذا لو تري بو بيزاج ديري. ونتمنى ان شاء الله نشوفو نديكوفريو كاع المناطق الجزائريه. بطبيعته الساحرة التي تعانق شموخ جبال شريعة، يبقى حمام الوان يخفي الكثير من الأسرار في منطقة تعج بالسياح وعلى مدار السنة.